السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب. اللهم استر العيوب، اللهم استر العيوب، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضا، اللهم لا تحرمنا اجرا، اللهم لا تفتنا بعدا، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اشملنا بشفاعته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين يا رب. امين. واشهد ان لا اله الا الله، انت الواحد، انت الواحد. وصفت نوحا بانه كان عبدا شكورا، وجعلت النار برده وسلاما على ابراهيم فكانت له ضياء ونورا، والقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، ووصفت ايوب بانه كان اوابا صبورا، وارسلت الحبيب محمدا شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله كله. يا من له الامر كله. يا من له الملك كله. يا قاهر الجبابرة. يا مدمر الاكاسرة. يا مبيد القياسرة. يا من حرمت الظلم على نفسك. يا من حرمت الظلم على نفسك. اهلك الظالمين بقوتك. اهلك الظالمين بقوتك. اهلك الظالمين بقوتك. ايها الاخوة الاعزاء، اله مع الله. اله مع الله. اله مع الله. Wow.
مخلوق فانتصر. إني مغلوب فانتصر. إلهي أنا زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي، الزاد أكفي أم لطول مسافتي، زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي، الزاد أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك، أين محبتي؟ زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك، أين محبتي، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له صحابي: متى الساعة يا رسول الله؟ قال له الحبيب: فماذا اعددت لها؟ قال الرجل: ما اعددت لها كثير عمل الا انني احب الله ورسوله. قال له الحبيب المصطفى: ابشر فانت مع من احببت يوم القيامه. احب الله ورسوله، ما اعددت لها كثير عمل الا انني احب الله ورسوله. فيقول له السيد الجليل: ابشر فانت مع من احببته يوم القيامة، انت مع من احببت يوم القيامة سيدي ابا القاسم. يا رسول الله، انا المحب ومعجزتي لا تنسني عن وجدها وهيامها بمحمد. انا المحب يا سيدي يا ابا القاسم يا حبيب الله، انا المحب ومهجتي لا تنفني عن وجدها وهيامها بمحمد، قد لامني فيه الجهول، ولو ترى معنى الهيام به لكان مساعدي. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. لا هبت النسائم
وما لاحت على الايك الحمائم صلى عليك الله يا علم الهدى ما هب في النسائم وما لاحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة ايها الاخوة الاعزاء الى ادم في جنته الى ادم مع حواء الى ادم حيث يعيش في الجنة ومع الدرس الخامس والعشرين بعد المئة الرابعة انتقل بحضراتكم الى ابينا ادم. الله تبارك وتعالى اوجب على كل ولي امر ان يضمن لرعيته اربعة اشياء: مسكن ومطعم ومشرب وثوب. مسكن يأويه ومطعم يرب جوعته ومشرب يروي غلته وثوب يستر عورته. مسكن يأويه مسكن يأويه ومطعم يسد جوعته ومشرب يروي غلته وثوب يستر عورته. ولذلك اسمع معي ما قاله سيد الانبياء محمد اسمع ما قاله سيد المصلحين. ما نادى الى اشتراكية وما نادى الى شيوعية وما نادى الى رأس مالية وما تشدق بالديمقراطية انما نادى الى عدالة الهية الى عدالة الهية نورانية قرآنية لا زرقية ولا غربية. فصلوا على صاحب الطلعة البهية. لم ينادي الى شيوعية حاقدة ظالمة تعيش بالحديد والنار تملأ المعتقلات والسجون وتسميها معسكرات عمل. ما نادى الى شيوعية ما نادى الى اشتراكية وضعية ارضية ما نادى الى رأس مالية منحنة طاغية ظالمة ما نادى الى ديمقراطية تهريجية حادثة انما نادى الى عدالة عدالة الهية قرآنية علوية نورانية ربانية لا شرقية ولا غربية. اسمع الي وهو يقول في حق العاملين في الدولة: من كان اخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. ثم اسمع
تجده اول من سن قانون الاوفر تايم او الاجر الاضافي. اول من سنه اول من سنه نبي الله محمد. اول من نادى اول من نادى بالاجر الاضافي للعمال. وما نسميه نحن بالاوفر تايم. قال الحبيب ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فاذا كلفتموهم فاعينوهم. اعينوهم. ثم بعد ذلك لتصدقوا بنظم شرقية شيوعية مرة ونتغنى بنظم رأسمالية ظالمة مرة وامامنا محمد وامامنا زعيم زعماء الاصلاح على وجه الاطلاق وامامنا من ارسله الله رحمة للعالمين. ثم اسمع ماذا قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في العدالة الاجتماعية. اسمع ما قاله الحبيب في العدالة الالهية القرآنية. يقول من كان لنا عاملا وليس له مسكنا فليتخذ له مسكنا. مسكن لكل ذي روح لكل من يعيش تحت سماء الاسلام لكل من يحيا على ارض الاسلام. من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكنا على نفقة الدولة الاسلامية. ثم اسمع الى الحبيب وهو يقول من كان لنا عاملا وليس له دابة فليتخذ له دابة. اي ان مواصلات الموظفين العاملين موظفين او عاملين في دولة الاسلام لا بد ان تكون المواصلات على نفقة الدولة على نفقة الخزانة على نفقة رأس المال على نفقة بيت المال على نفقة ما يجمعه في خزينة الدولة. ان يصل الموظف في مواصلات على حساب بيت مال المسلمين. ثم اسمع مرة رابعة تجد العجب. اسمع مرة رابعة تجد العجب العاجب. تجد العدالة تتفجر من جوانب الامة. تجد الاصلاح ينبه من نواحيها. اسمع الى ما قاله الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. من كان لنا عاملا وليس له زوجة فليتخذ له زوجة اي على حساب بيت مال المسلمين. من لم يقدر على الزواج في دولة الاسلام فزواجه في بيت مال المسلمين على حساب بيت مال المسلمين. احد يا رسول الله هذه النظمة على اسماع العالم شرقيه وغربيه شيوعيه ورأسماليه. وحد من لا يغفل ولا ينام.
قال ماذا اقول ماذا اقول ان اللسان والبيان والجنان والقلم يعجز عن وصف هذه العدالة. من كان اخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يسعى وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. فاذا كلفتموهم فاعينوه. ثم يقول اعط الاجير اجره قبل ان يدفع ربه. ثم يقول من بات كال من عمل يده بات مغفورا له. اذا اويت الى فراشك بعد يوم حافل بالعمل وشعرت بتعب وانت في فراشك فان الله تعالى يقول لك لم مطمئنا فقد غفرت لك. غفرت لك. غفرت لك. ولقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه يسمى سعد بن معاذ. وهذا السعد لما نظر الرسول الى يديه وجد العمل وشدته قد اثرا في يديه حتى جف جلده. واستحى الرجل من نفسه ان يضع يده التي جفت. استحى ان يضعها في كف رسول الله فقد تشققت من وعثاء العمل. لكن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال لهم بيدك يا سعد فمدها. اتدرون ماذا فعل الرسول بيد سعد؟ اتدرون ماذا فعل؟ هل سلمه قلادة النيل او وسام الاستحقاق؟ لا. لقد اخذ الرسول يد سعد وقبله بفم الشريف وقال ان هذه اليد لا تمسها النار ابدا. لا تمسها النار ابدا. يد عملت. يد عملت. واكلت لقمة عيشها بكسب جبينها. اكلت لقمة عيشها بعرق جبينها وكسب يمينها. يد لا تمسها النار. وهذا عبد الله بن مسعود الرجل القرآني المسلم كان دقيق الساقين قصيرا صعد شجرة ذات يوم فعجب بالصحابة لدقة ساقين ساقان نحيفتان فقال له الحبيب المصطفى اتعجبون من ساق ابن مسعود والذي بعثني بالحق انهما اثقل من جبل احد في الميزان يوم القيامة. الرجال
لا يقاسون بطول ولا بقصر ولا بضخامة او نحالة، انما الرجال تقاس بالاعمال، تقاس بجلائل الاعمال، لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ، جسم البغال واحلام العصافير، عقول كعقول العصافير. من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكنا، ومن كان لنا عاملا وليس له دابة فليتخذ له دابة، ومن كان لنا عاملا وليس له زوجة فليتخذ له زوجة، لعل سائلا يسأل فيقول وهل تكفي ميزانية الأمة لكل هذه الحاجات؟ وأجيب على الفور نعم تكفي، بسبب واحد، البركة والأمانة. اسمع معي إلى ما قاله مولانا جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إيمان وتقوى، إيمان زائد تقوى تساوي بركات من السماء والأرض. يسأل سائل: وهل حدث ذلك فعلا؟ وأجيب على جناح السرعة نعم. وسائل يسأل: فمتى حدث ذلك؟ أقول له: أيام الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز، حكم المسلمين 30 شهرا، كانت أعظم بركة عند الله من 30 قرنا. عمر بن عبد العزيز جمع مال الزكاة في عام من الأعوام، ونادى مناد في أرجاء الأمة الإسلامية، لا أقول في مصر وحدها ولا الحجاز وحده ولا الشام وحدها ولا العراق وحده ولا ايران وحدها، انما نادى المنادي من حدود الصين شرقا الى ابواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، نادى المنادي بقرار من خليفة المسلمين: ايما مسكين فليأتي الى بيت مال المسلمين. والله الذي بعث محمدا بالحق ما جاء مسكين واحد. ما جاء مسكين واحد. ولم يكن عند عمر ملايين البراميل من البترول يوميا، لم يكن البترول قد اكتشف، ولم يكن هناك نقد اجنبي، ولم يكن هناك تصدير الى امريكا او اوروبا، لم يكن هناك خزائن في امريكا، خزائن لليهود وللنصارى توضع فيها اموال المسلمين مجمدة او مجلدة، لا.
أتدرون ماذا قال له الحبيب؟ قال له كلمة بليغة، قال له الآن بردت عليه جلدته فبرد الله جلدك. كأن الدين يجعل جلد الميت كأنه مصاب بداء الأكلان، بداء الأكلان كأنه مصاب بالجرف، فبعدما أدي الدين برد الجلد. أدى عمر بن عبد العزيز الدين على المدينين وبقي المال كأنه لم ينقص درهما ولا دينارا بركة. فماذا يصنع عمر؟ ماذا يصنع عمر؟ أيلعب به القمار على موائد لندن؟ أيذهب إلى هوليود ليخسر 30 بليون من الدراهم على مائدة القمار؟ أيذهب إلى شواطئ الريفية ليستنشق الهواء حيث الغيب الأماميد وانتزاع الكؤوس المطرحة؟ لا، اذا فليصدر قرارا جمهوريا اخر، من كان عنده عبد يريد ان يعتقه فليقبض ثمنه من بيت مال المسلمين وليعتقه لله. اصلاح، اصلاح اجتماعي، عدالة، عدالة. واعتق العبيد وصار الكل احرارا وبقي المال كأنه هو، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع عمر؟ البركات نازلة والامانات متوفرة والعدالة قائمة والاخلاص شجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء. واذا بعمر يصدر قرارا ثالثا، ايما شاب عزب يريد ان يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. فزوج الشباب جميعا، زوج الشباب جميعا، ادى الديون واعتق العبيد وزوج الشباب. في اي الجامعات تخرج عمر بن عبد العزيز؟ في جامعات اوروبا، في جامعات واشنطن، في جامعات موسكو؟ كلا، انه تخرج في جامعة عميدها محمد. عميدها محمد، عميدها سيد المرسلين. ايها السادة الاعزاء، اوجب الله على كل حاكم ان يضمن لكل فرد تحت رعيته 4 اشياء: مسكن يأويه، ومطعم يرد جوعته، ومشرب يروي غلته، وثوب يستر عورته. فماذا قال لآدم في هذه الأشياء الأربع؟ أيها الإخوة الأعزاء، الشمس ما زالت تضرب وجه الأرض بسياطها الحامية، وعقارب الساعة تزحف وراء رأسي، ولا يسعني إلا أن أعود من هنالك حيث عمر بن عبد العزيز، إلى هناك حيث آدم، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ماشي كما تدين تدان، اعمل ماشي
يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد تأتينا أصحارا. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، فالموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، لا زالت الأيام سيمتها الغدر وبعد صفو الليالي يحدث القدر. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اذا غرتك قوتك، اذا غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك، واذا غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. اعمل ما شئت، اذا غرتك قوتك على ظلم العباد فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوق. اعمل ما شئت ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اعمل ما شئت، فالموعد بيننا في محكمة قاضيها هو الله، ليس مستشارا وليس قاضيا وليس رئيس دائرة وليس عضو يمين ولا عضو شمال ولا ممثلا للنيابة ولا سكرتيرا للجلسة، لان قاضيها يعلم السر واخفى. موعدنا في محكمة يقول الله فيها للمظلوم ايها المظلوم تقدم، ويقول للظالم ايها الظالم لا تتكلم، لا تتكلم، اعمل ما شئت. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. ايها الاخوة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. علماء الارض يفخرون بسيدنا محمد ونحن نفر من شريعته. كنت اقرأ في كتاب اسمه حياة محمد، ألفه كاتب أمريكي اسمه إرفين جي واشنطن.
كان اعمل سفيرا للولايات المتحدة في مدريد عاصمة اسبانيا. يقول ورفنج: لقد قرأت للعظماء وقرأت للزعماء وقرأت للمصلحين، فلم اجد على وجه الارض اشجع من محمد بن عبد الله. لم اجد على وجه الارض اشجع من محمد. لماذا؟ لماذا يا ارفنج؟ قال: قرأت في حياة محمد، الكلام لذلك الامريكي، انه كان نائما ذات يوم تحت شجرة وسيفه معلق بها، واذا باعرابي يأتي فينزع السيف من الشجرة ويوقظ محمدا من نومه ويعرض السيف على رأس محمد، ومحمد وحده لا سلاح معه، والأعرابي يقول لمحمد: يا محمد من يمنعك مني؟ اسمعوا الى الاجانب كيف يفهمون الاسلام، اسمعوا الى الاجانب كيف يقرؤون الاسلام وكيف يقرؤون عظمة نبي الاسلام. اعرابي يمسك سيف محمد، ومحمد اعدل من السلاح، والاعرابي يهوي بالسيف جهة رأس محمد ويصيح: يا محمد من يمنعك مني؟ واذا بمحمد يقول الله، واذا بالسيف يسقط من يد الاعرابي، واذا بالسيف يسقط من يد الاعرابي فيأخذه محمد، يأخذه السيد الجليل رسول الله، رسول الله اعظم مخلوق، اعظم انسان، المثل الاعلى والانسان الكامل، يأخذ بالسيف ويهوي به على الاعرابي ويسأله: من يمنعك مني يا اعرابي؟ من يمنعك مني؟ واذا بالاعرابي يقول له: العفو يا محمد، التمس منك العفو يا محمد. لو كان محمد رجلا يحمل في قلبه ضغينة او شحناء او بعض، لاطار رأس هذا الرجل على سيفه، فهو المعتدي وهو البادئ بالعدوان، ولكن رسول الله كان فوق البغضاء وكان فوق الشحناء، كان لا يهدد وكان لا يوعد وكان لا يعتقل وكان لا يسجد وكان لا يشكل المحاكم كل يوم. ان محمدا فوق الاحقاد كلها. اذا بالاعرابي يقول له: التمس منك العفو يا محمد. فماذا قال له سيدنا محمد؟ قال له: عفوت عنك. فماذا قال الاعرابي؟ قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. هذه عظمة الرسول، هذه نفسية الرسول، هذا خلق الرسول، كما قالها احد الامريكان، كما قالها احد الاعداء، والحق ما شهدت به الاعداء. ايها الاخوة الاعزاء، علاجنا الصلح مع الله، علاجنا الرجوع الى الله، علاجنا قراءة كتاب الله،
علاجنا العمل بالإسلام. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اغسل من أراد أن يغسل دينك، اللهم ارفع راية لا إله إلا الله. أيها السادة الأعزاء، اقفلوا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. الملك الحق المبين، الملك الحق المبين، سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، الملك الحق المبين، سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين، الملك الحق المبين، الملك الحق المبين، سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين، عليها نحيا، عليها نحيا، وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. اتسمعون الصلاة على النبي. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سيدة عائشة بتسأل سيدنا رسول الله سؤال، بتقول يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ سؤال مهم. فالنبي أجاب إجابة وافية وقال يا عائشة نعم إلا في ثلاثة مواطن. نعرف بعض يوم القيامة إلا في ثلاث محطات، ما نعرفش بعض. ابوك ما هو ابوك، واخوك ما هو اخوك، والدنيا ايه، كل واحد وشك ظهره. اللي نادى على ابنه يقول له بعد عني يابا، واللي نادى على ابنه يقول له اما بعد عني ما اعرفكيش يا ابني، ده امك. يقول له معلش بس مش فاضي. يعني تعرف اللي بيقول وشك ظهره في اهل الحكايه. والله نفسي نفسي. انت عايز اكتر من الانبياء؟ ربنا حيسألهم يوم القيامة ماذا أجبتم من هول الموقف، مش هيعرفوا يجاوبوا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. شوف بقى سؤاله، ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ تعرف الرسل إيه؟ لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. كل واحد بحاله.
كل واحد في حاله. ما فيش حد حيجي راكب ابدا سيارة ولا طيارة ولا غواصة، ولا حيجي ابدا بحراسة ولا بهيلمان ولا بحرس خاص ولا صعقة ولا حرس ملكي ولا غير ملكي، لان ما فيش غير ملك واحد. الله 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 لمن الملك اليوم؟ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ. بس في حد تاني؟ في حد تاني؟ لله الواحد القهار. ما قالش لله العزيز الحكيم، لله الواحد. لو واحد يظن ان في واحد مع الواحد، الواحد واحد بس. الواحد واحد. مش حبك ليه؟ والقهار يعني لا يمكن ان يغلبه احد. هتقول ان انا هجيب قنابل نوترون او نيلتون، ما فيش. هو الامر الواحد بس. اللي هو الله. طب والحكاولة اللي كانوا في الدنيا مبهدلين الدنيا دول، قالوا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. دول شوية دود على شوية تراب على اي كلام. ما توحد يا حبيبي. فسيدنا النبي بيجيب على سؤال السيدة عائشة، بيقول الا في ثلاثة مرات. الموطن الاول عندما تطير الصحف، صحائف الاعمال. يا سبحان الله، ساعة الصحف ما تنزل وكل واحد بقى ينتبه عشان تاخد الصحيفة بتاعتك، ما حدش هيعرف حد. ليه؟ الكل وكل واحد منتظر، يا ترى الصحيفة هتنزله في ايده اليمين ولا هتنزل ورا ظهره وياخدها بشماله؟ يا رب ربنا يسلم يا رب. وبعدين انت اظن مفكر تقول طب ما هو لو جت بشمال تاخدها باليمين. ايه تفكر ان احنا هنا في لجنه اسماعيل قباني؟ لا يا ابني. تفكر انها في مدرسه ابن فقدون؟ لا 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 لا. في جواد؟ لا لا. هنا هنا الامر يومئذ لمين؟ لا اله الا الله. دخلنا بس سمعون الصلاة عندنا. الامر يومئذ لمين؟ والله من مدة اسبوعين انا كنت قاعد مع واحد من اخواننا الصالحين، هو خطاط وخطه جميل. فبيقول صبحت في يوم شعرت بصداع شديد قوي. لسه قايم بتهد لقيت نص اليمين مشلول، ايد ورجل. وبعدين ودوني المستشفى موديينه وهو ماشي، قال له يا رب ده المرض ده لا هينفعني مراتي ولا ابني، مين اللي هيوديني ضغط الميه؟ مين اللي هيوكلني؟ بيقول اقسم بالله هم ماشيين بيا في السكه رايحين المستشفى، قلت لهم رجعوني انا شفيت والحمد لله. يا سبحان الله. بيقول المرض اللي دخل من راسي طلع من راسي. بحرك ايدي اليمين اتحركت، رجلي الشمال اتحركت، اليمين اتحركت، قلت خلاص بقى للخلف دور ارجع بيتك. فبيقول بفكر ليه يعني ده عفو عاجل على طول كده. افتكر انه كان كاتب ايه لاحد من الصالحين بتوع زمان، الناس الطيبين، شيخ طيب كريم من الناس اللي كان لما تقعد معاهم تشعر بالبركه نازله من ربنا. بيقول كتبت له يافطه واذا مرضت فهو يشفيني. الراجل لما اديته اليافطه تعالي دعوه، قال لي لا شلت يمينه. ربنا ما يشلش اليمين بتاعتك ابدا اللي بتكتب بها القران الكريم. بيقول لي الايه دي شوف ربنا سلم خاطفينها لغايه امتى وهم مودين المستشفى. قال لي طب ارجع بقى تاني، ارجع بيتك بيتك بيتك. ها بيتك بيتك.
تعرف حكاية بيتك بيتك بيت يا كانت واحدة بنت بلد مربية شوية كتاكيت فتيجي بالليل تقول بيتك بيتك وبيت الكتاكيت جنبها واحدة خواجهة من اليونان جابت رخرة شوية كتاكيت جات تقول لهم بيتك بيتك اتكسر قالت لهم لوكندا بتاعك لوكندا بتاعك سمعني الصلاة على حبيب الله قول اللهم صل عليه واحد من لا يغفل ولا ينام فالامر يومئذ لمين ساعة الكتب ما تتوزع كل واحد في حاجة وبعدين ده المسألة فظيعة الكتب هتنزل مفتوحة ربنا بيقول يلقاه منشورا مفتوحة يا ذا الفضايح يا اولاد ده الواد اللي بيديله كحكة بيكذب على ابوه يقول له ابدا يا بابا احنا عملنا الكحك في العيد ما فيش عندي كحك في الشهادة مش كحك وهو مليان كحك وما يورلوش الشهادة امال بقى لما تبقى مفتوحة قدام الناس اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب امين يا رب اللي بياخد بيمينه بيجري يقول هاهم مقراه كتابية هاهم يعني خذوا خذوا كتاب وروح يا صلاة النبي مكتوب له انتهاء واللي ما ضح الشهادة مين يشهده المقربون اني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية يا سلام يا سلام مش جاب 92 ولا 3 سنة حيدخل الطب يا عم طب ايه اللي انت جاي تقول عليه عارف قبل ما احنا الطب ايه ولذلك النهاردة انت داخل الطب ليه يا ابني يقول لك عشان احقق 5 عينات العين الاولانية عيادة والعين الثانية عربية والعين الثالثة عزبة والعين الرابعة عمارة والعين الخامسة عروس مش عارف انت عرفتها ازاي ده مش فاضلني يا ابني يا ابني مش مني ده انا لسه لاول مره اقول ده 5 عينات يعني بس كويس ان احنا اخرنا العروسه للآن لا ده اللي واخد كتابه بيمينه ربنا بيقول فهو في عيشة راضية العيشة نفسها راضية فما بالك باللي عايش فيه اذا كانت العيشة نفسها راضية يبقى اللي عايش فيه اعظم رضا يعني انت النهار ما بتشوف سكن او بتعصر على شقة بتنبر فل نابت النهاردة بالشقة اقل واحد في الجنة يمشي نصيبه 2000 سنة واحسن واحد في الجنة يشوف ربنا في اليوم مرتين الله يشوف من باله يشوف ربنا زمان كان فيه اغنيه بتقول انا شفت جماله النبي يما قال ده على امك شفت جماله خلاص يعني شافت الهم انت هتشوف ربنا بقى هتشوف ملك الملوك هتشوف مالك الملك ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله طب اللي خد الكتاب بشماله يا لطيف يا لطيف يا رب يا لطيف يا رب يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها يعني يا ريت الموت اللي انا متها كانت القاضية ما كنتش انت بعدين ما اغنى عني ما ليه ما اصلا مش حيقدر بقى يقدم رشوة هنا ما فيش القانون رقم 250 ما فيش المادة 250 من قانون مشي حالة لا ما فيش حتى احنا لسه مين قال لا طب احنا في الدنيا بندفع عشان اللي بيشرب سجاير يشرب اللي بيدفع خمرة بيدفع وينك بتلطش في بعض هتروح لملك من الملائكة تقول له خد هتروح لرضوان تقول له يا عم رضوان يا بتاع الجنة انا جايب لك صندوق شمبانيا ينادي على زميله مالك خازن النار يقول له شوف الزبون ده عايز ايه خد اعمل عليه شوية شاي
هلك عني سلطانية. يبقى لا المال نفع ولا سلطان نفع ابدا. لا المال نفع ولا سلطان نفع. وينادي المولى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. يا سلام لو واحد يسمع المقر بيقول ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فتقول له يا ستيك ربنا يزيدك يزيدك. هيزيد يا ابن اكتر من 70 ذراع ايه؟ ده تخلع القلب والله. ولذلك شوف النبي بيقول ايه بعد ما تسمعنا الصلاة عليه. بيقول من قرأ القرآن عند فاسق ليعلي به شأنه. وفناس بتجيب قراء مخصوص يقروا القرآن عندهم عشان يقول لك ده راجل صالح. الراجل ده هو صاحب القصر وصاحب ده راجل صالح بيقرأ القرآن. فالمقرئ اللي يروح يقرأ عند واحد فاسق عشان يعلي ذكره وشأنه. شوف النبي قال ايه؟ لعنه الله بكل حرف من القرآن 10 مرات. سبحان الله. ما في واحد تلاقي مقطع السمكة ودنيا ورباوي وخمرتي وبعدين يجيب واحد مقرأ يقرأ الصبح. تعال اقرأ في المحل عشان نعمل الصباح. هو بيبيع بيرة. هو بيبيع بيرة وأجيب واحد يقرا قرآن الصبح. ها؟ أقول يقرا عنده ربنا يلعنه كل حرف من القرآن 10 لعنات.